مرحبا أحبائي الأطفال، مرحبا للكبار، مرحبا للأهالي، الأمهات والآباء. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أنا اسمي ميس من إيرلي أون، واليوم سنقرأ كتاب بعنوان الجراثيم ليست للمشاركة. هذا هو الكتاب. من قام بكتابة هذه القصة أو هذا الكتاب؟ إليزابيث بارديك. ومن قام برسم الرسوم في هذا الكتاب؟ ماريكا هيرلين. ماذا تتوقعون داخل هذا الكتاب من خلال الصورة التي تشاهدونها على الغلاف؟ هو طفل يغسل يديه. أيضا ماذا تتوقعون يكون داخل هذا الكتاب من خلال العنوان الجراثيم ليست مشاركة؟ هيا نقرأ الكتاب مع بعضنا البعض مرة أخرى. عنوان الكتاب الجراثيم ليست للمشاركة. أتشو أتشو. ماذا عليك أن تفعل عندما تعطس؟ عليك أن تقول من فضلك أريد منديلا، أو أن تأخذ بنفسك منديلا. ماذا عليك أن تفعل بالمنديل؟ عليك أن تمسح أنفك بالمنديل وترمي المنديل في سلة المهملات. بعد ذلك والدك أو والدتك ستقول أحسنت، أحسنت فعلا. أنا الآن أسعل. ماذا عليك أن تفعل عندما تسعل؟ عليك أن تدر رأسك بعيدا وتسعل في أكمام القميص مثل هكذا، أو مثل الصبي الذي بالصورة. لماذا؟ لأن الجراثيم ليست للمشاركة. الجراثيم يمكن أن تجعلك مريضا، وأنت لا تريد أن تمرض من الجراثيم، صحيح؟ ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ ماذا حصل هنا؟ الكعكة الصغيرة وقعت على الأرض. ماذا يجب عليك أن تفعل؟ هل عليك أن تأخذها من الأرض وتأكلها؟ أو يجب عليك أن تضعها بسلة المهملات؟ صحيح، يجب أن تضعها بسلة المهملات. حان الوقت لتأخذ كعكة أخرى. في هذه الصورة ماذا فعل هذا الصبي هنا؟ صحيح، لقد ذهب إلى الحمام أو المرحاض. ماذا يجب عليه أن يفعل بعد أن ذهب إلى المرحاض؟ يجب أن يذهب ويغسل يديه، لأن الجراثيم ليست للمشاركة. كيف نغسل يدينا؟ كيف تغسل يديك؟ صحيح، تغسل يديك بالماء الدافئ وكمية كافية من الصابون. أن نفرك أن نفرك أن نفرك يدينا. ويمكنك أن تغني الأحرف الأبجدية عندما تغسل يديك، أو أي أغنية تراها مناسبة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال، وتكمل الأحرف الأبجدية. متى عليك أن تغسل يديك؟ يجب عليك أن تغسل يديك قبل تناول الطعام، قبل أن نأكل، أو عندما تصبح يدينا متسختين، أو عندما نعطس أو نسعل، أو عندما نذهب إلى الحمام، أو أي وقت تحتاج فيه إلى غسيل يديك. عندما نغسل يدينا إننا نقوم بإرسال كل الجراثيم التي كانت على يدينا إلى المصارف، ونقول وداعا وداعا للجراثيم.
القبلات شيء جميل ولطيف للعطاء، ولكن ليس عندما تكون مريضا. عندما تكون مريض يجب عليك أن لا تقبل أحدا، صحيح؟ ماذا عليك أن تفعل عندما تكون مريضا أو تريد أن تقبل أحد؟ يجب أن تتراجع إلى الوراء وتعطي قبلة في الهواء، وعليك أن تلتقط القبلة وتضعها على خديك أو على جبينك. هذا صحيح، هذا ما يجب عليك أن تفعل. أتمنى أنكم استمتعتم بالسماع لهذا الكتاب، خطوات غسل اليدين بطريقة آمنة. أولاً، قم بتبليل يديك بالماء، قم بوضع كمية من الكافية من الصابون على اليدين، قم بغسل اليدين بحيث تكون راحتا اليدين متواجهتين ودعكهما معا جيدا، قم بغسل ظهر اليد براحة اليد الأخرى مع تشبيك الأصابع والتخليل بينهما، قم بغسل راحة اليدين معا مع تشبيك الأصابع والتخليل بينهما لمدة 20 ثانية. قم بدعك ظهر الأصابع في راحة اليد مع ضم الأيدي وتحريكهما جانبيا، ثم بدعك أطراف الأصابع جيدا في راحة اليد بحركة دائرية. قم بغسل المعصمين جيدا، وأخيرا قم بشطف اليدين جيدا بالماء. ثم قم بتنشيف اليدين جيدا. ما هي الفوائد من قراءة هذا الكتاب للصغار؟ هناك بعض النصائح للوقاية من الجراثيم، ويجب أن نتكلم عنها مع أطفالنا. أولا، تطهير اليدين، حيث أن تطهير اليدين يعد من أهم الإجراءات اللازمة لحماية الجسم من الجراثيم وانتشار العدوى. يجب الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل للتأكد من غسل بين الأصابع وغسل اليدين جيدا، وبعد غسل اليدين ينبغي القيام بتجفيفها جيدا مثل ما شفنا بالفيديو، حيث ينصح بتكرار غسل اليدين على مدار اليوم وخاصة بعد ملامسة الأسطحة المختلفة. أيضا من المهم أن نعلم أولادنا كيفية استعمال المنديل، مثل كيفية مسح الأنف وتنظيف الأنف ورمي المنديل في سلة المهملات بعد ذلك، وكيفية تعليمهم عند السعال والعطس. عليهم أن يدر على الطفل أن يدر رأسه بعيدا ويسعل بأكمام القميص أو البلوز. شكرا لمتابعتكم، أتمنى هذا الكتاب قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء.